الجزائر يبنيها الجميع ويحميها الجميع. والجزائر ليست بالنسبة للأرندي لعبة، ومسؤوليتها مش سهلة. قائد الأول للبلاد مش سهلة. قائد الأولى، احنا مسؤولين ومسيرين، نعرفوا ما معنى الدولة وثقل الرجل. وقلنا نديتها رسميا، قلت نريد توافق، ومن خلال توافق يكون رجل إجماع نبنيو به البلاد هذا، ويواصل إصلاحات اللي بشرها السيد رئيس الجمهورية واللي نقدر نتكلم عليها، أعطت ثمار و أعطت نتائج إيجابية. سي تري بوزيتيف بارابور سي لو بلان ايكونوميك سوسيال اي سيرتو نوتر ديبلونسي على الانترناسيونال. دونك سا سي كلير وقلناها قبل. اي نو سوم ساتيسفي بور لو بيلون دي بريزيدون. لو با اللي يديروا الأرندي ويدير مشاكل في البلاد ما نديروهش احنا. احنا الأولوية الجزائر. البا ندير ان با اللي ما يكونش بيان مدروس وما يكونش عاقل وما يكونش فيه. واني نقول التوافق المسؤول. دي فوا نتنازل وندير عن مضض، ولكن يكون اجماع من اجل الجزائر. هذا هو راح يمشي فيه الأرندي.